ونعمل الرز بلبن بالزعفران. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن لبن، زعفران، مية زهر، سكر، لوز، رز. يا اما لو بتحبوه جامد قوي هنحط رز ني مع اللبن، او هنحط رز نص مسلوق وهنا اللبن مدوبينه في النشا. انا اوريدي مدوباه في النشا خلاص. طيب هحط هنا اللبن كده، اللبن اللي متدوب في النشا. هنحط الرز. هو الرز النص سلقه ده ميزته ان هو ما بياخدش وقت كتير على النار بقى عشان اللبن يجمد او يتقل، يعني مش بنستنى الرز يستوي. سكر، بعدين الزعفران بقى، بس واسيبه ايه يغلي. اول ما يغلي هحط مية الزهر. شايفين نقعد نقلبه كده، شايفين اللون بقى سيمون فاتح، وكل ما اللبن يتقل والرز كل ما اللون يغمق كمان كده. خلاص اهو ابتدى يغلي، هنحط مية الزهر ونقلبه تقلبتين كده ونقفل عليه، وبنقدمه في كاسات